VFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنعمل شوية أكواد في CSS ملف هيكون منفصل، وده فيه هيكون الباك فيكسينج أو المشاكل اللي بتحصل في الانترنت اكسبلورر. لو انت ملاحظ دايما الانترنت اكسبلورر دايما في المواقع مش كويس، عايزين نظبط الكود ده علشان نبدا نرفقه بالستايل بتاعي بحيث ان المتصفحات كلها تناسب الستايل بتاعنا، ما عملش مشاكل في اي متصفح تاني. هنعمل ملف css جديد، وانا الكود اللي هكتبه دلوقتي ده علشان يظبط المارجن والبادنج مشاكلهم داخل الـ IE6، تمام، اللي هو بالنسبة اللي هيستخدم الـ XP وفي الـ IE6 أو Internet Explorer 6. نسيف بس الأول، ده هنسيف في الـ Working Files في الـ Template، ونخش على الـ Web CSS ونقول ده الـ IE6. أول حاجة هنقول هنعمل هنت كده، تمام، علامة تعجب وبعدين نعمله 2 كده، يبقى ده الكومنت بتاعنا اللي احنا هنكتبه. هنقول ده اف اي اي، لو ده الاي اي 6 هنقول له ايه بقى؟ هنقول له ستايل، ونروح نعمل واحدة كمان نقفلها، هنيجي في النص نقول له دوت ايتم. دوت ايتم هنقول السي اس بتاعته في النص كده ونطلع فوق، هنقول المارجن هتكون 5 bx، والبادنج هنقول 10 bx، دي هتظبط مشكلة المارجن والبادنج. طيب لو احنا عايزين نبدأ نظبط، ساعات كده بيقول لك المارجن لو انت حاطط اوتو بيروح جايبهولك في النص في كظهور، يعني في داخل انترنت اكسبلورر، تمام. فانت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل كود على HTML على الصفحة كلها بقى، يكون body، مش مشكلة تحفظ قوي الكود ده، بس خليه عندك، ممكن تعمله كريفرنس عندك. التكست الاين ده هيكون في السنتر، دي هتظبط لك الحتة بتاعت الاوتو مارجن، بيكون هي في النص ولا حاجة. طيب في حتة كمان ممكن نظبط بيها ظهور الكلام نفسه، طريقة الكلام نفسها هتظهر لك في النص في الانترنت اكسبلورر 6. طبعا الانترنت اكسبلورر 6 هو أسوأ المتصفحات على الإطلاق، فاحنا بنحاول بنجيب الأكواد بتاع اللي بتظبط الكود أو بتظبط الظهور داخل الانترنت اكسبلورر 6. البي هيكون تكست الاين، طبعا التكست الاين بتاعنا في الويب سايت بتاعنا رايت، ساعات ممكن يظهر لك في النص. في كود عشان نقدر نظبط بيه حته الظهور الكويس بتاع اللاين نفسه، بتاع اللاين هايت. اللاين هايت ممكن يطلع الويب سايت بتاعك بين الكلام وبعضه مسافة واسعة قوي او ضيقة قوي، تمام. ده بالنسبة للانترنت اكسبلورر 6 ممكن نظبط الموضوع ده، بس انت هتحط اللي انا هكتبه ده، انا هكتبه في كومنت، ده انا هكتبه في كومنت وانت هتحطه في الويب سايت بتاعك، خلاص. ده هكتبه كده، هنقول هتحط بقى الستايل اللي انا هكتبه ده او الكلاس اللي انا هكتبه ده داخل الديف بتاعتك، يعني
تكتب ديف بعدين ستايل بيساوي الكود ده. هنقول line height h e i h t h e i g h t هنقول 0 طبعا bx ده هيتحط في الديف بتاعتك في ال html نفسها. تمام؟ يعني هيكون عامل ازاي؟ هيكون كده. هيكون مثلا اسم حاجة اسمها كده ديف، صح؟ مش احنا كنا بنقول الكلام ده. هنقول ستايل اسم بقى الديف بتاعتك او اسم التاج بتاعك، وبعدين نحط له اخينا ده هيظبط لك برضو الظهور، هيبقى كويس اوي. ممكن الدرس ده تستفيد منه ان انت تاخد الاكواد دي وبعدين بعد كده تحطها على طول وترفقها داخل الويب سايت بتاعك. تمام؟ ودي هتبقى ديف كده بالشكل ده. هنقفل. يبقى ده هو الحاجة بتاعتك. وممكن كمان تعمل لها بالنسبة لللاين هايت، ممكن تقول له بس ممكن كمان تضيف عليه تقول له هايت 5 بي اكس. لو انت عايز تظبط بقى الاتساع بتاع اللاين هايت بتاعه او مسافة بين السطر والسطر، دي المسافة بين السطر والسطر. اوكي. طيب في حتة كمان بيقول لك لو المارجن طلع يعني ظاهر كبير اكبر من الحجم اللي انت كاتبه في الـ IE6، هتحط له الكود اللي هو، بص بقى انا هحط ايه دلوقتي، هتقول له الكود ده. طبعا ده كله بيتحط مين في الـ CSS بتاع الاصلي بتاع الويب سايت انلاين ده، عشان تظبط حته المارجن لو كان ظاهر كبير. هكتبها لك كده برضو، هناخد دي هنقول اف مارجن ابير لارجر ان انترنت اكسبلورر يعني هيبقى الكود في الاخر بالطريقة دي. هنحطه في الديف، الديف هتبقى عندك طبعا، ده طبعا هيتحط في ال في HTML. ديف ستايل مثلا اسم التاج بتاعك، وبعدين هنحط مين اخينا اللي فوق ده، او لو هتحط له السطر ده داخل الديف التاج بتاعه نفسه في السي اس اس. اوكي كده مثلا. ونقول له مثلا لو حاجة بعديها مثلا مارجن ليفت، لو يعني 5 بي اكس، انا بكتب لك الحتة دي مارجن ليفت 5 بي اكس عشان اقول لك التكامل اللي بيبقى ممكن تكتبه جوه، يا اما تكتبه جوه ال HTML بالشكل ده، يا اما تحط بقى دي كده داخل ال CSS اللي انت عامله اصلا داخل التاج بتاعه. ده كان الملاحظة بتاعت ال IE6. وهنشوف بقى ال IE7. انا هرفق على طول الاكواد ال IE7 وال IE8 كل الفيكس باك بتاعتهم، وبرضو عشان انت تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي انا شرحت الحتة دي. برضو انا عايز اعمل الهنت عشان يبقى كل حاجة مفهومة. تمام؟ ده احنا قلنا ده لو
ده هيصلح لي البوتوم مارجن سنترنج، فيكس اوتو مارجن دي، هنقول برضو فيكس وانس ابير وبكده. يبقى انت فهمت الحتة بتاعت الفيكسنج باجز في الاي اي 6.